مشاهدينا الكرام بعد الفاصل في المايسترو. نحب ديو تاو. انا قلت نحب ديو وهو ضحكوا ما فهمتش علاش ضحكتوا. لا خاطر ديو تاع المره الاخرى عملناها تونس كامله وين نمشي قالوا لي يا ولدي الطاوله طلعت فوق راك مش كسر. لينا ما طلعش فوق قعد راي. لا اليوم بلاش ساعه طاوله تهبل عندك يا علي اليوم. هي والله عندك طاوله ترى ساعه ما طلعت فوق في المايسترو. لا يلا ديو من ذهب الليله مع الفنان هشام النجاتي وصلاح عزيز. الله الله الحلاوه الله صدق اوعى تزعل لو زرعت في يوم جميل والجميل راح عند حد ما هوش اصيل. اوعى تزعل لو زرعت في يوم جميل والجميل راح عند حد ما هوش اصيل. واللي باعك بكره يتندم ويرجع اما يرجع ابقى حمله تقيل. اقروا التاريخ هتعرفوا سيره الذاتيه. انا اللي اسمي ينضرب له مليون تحيه. انا اللي اسمي ينضرب له مليون تحيه. واللي قالوا عني كلمه ولو في غيبتي هردها لهم بدل الكلمة مية. أنا مش فاضلكوا لما افضجلكوا هتشوفوا مني حاجات غريبة بشكل تاني. وانتوا نصيبكوا لما افضجلكوا ابقوا سدوا عاللي يطلع مني سام. أنا مش فاضلكوا لما افضجلكوا هتشوفوا مني حاجات غريبة بشكل تاني. وانتوا نصيبكوا لما افضجلكوا يبقوا سدوا عاللي يطلع من لساني. عاملين حبايب للي فايتكم وبس اما اللي غايب لحد فاكر ولا يوم بحس. عاملين حبايب للي فايتكم وبس اما اللي غايب لحد فاكر ولا يوم بحس. هو اللي يش بالاصول يتعب معاكو لكن كنت استاكل خسارة قول بس. انا مش فاضلكو لما بفضجلكو هتشوفوا مني حاجات غريبة بشكل تاني. انتوا نصيبكوا لما باجيلكوا العب يا الله ايه ده. يا الله عمو ورد السيف هفا
مشغول رصاصة سفر العسل وسلام للرصاصة ستو بس وساب السم والسكر العسل ستو بس وساب السم والسكر والعسل عسل وكسر الحوسه عاطل ونايم في العسل ستو بس بالسم والسكر والعسل عسل وكسر يا حوسه حاضر ونايم في العسل ستو بس وساب السم والسكر والعسل ستو برافو برافو هشام البكاتي وصلاح عزيز تحية للفرقة الموسيقية فرقة رياض وإيمان منورة الدنيا طبعا اسمع الناصر يعيشوك في جو مصر معناتها تعيش الجو المصري احنا في حاجه لهذا بيان برشا ناس ما تنجم ما تشوفش الجو هذا بيان ما اعطيتهم فرصه باش يشوفوا الناس كيفاش تعيش في الليل ساعات اي ماله وليه ولخ هذا عنده جمهور وعنده ناس واصدقاء عبي طبعا هو معناها هذا بعض الاغاني اللي غناهم لاحمد عدويه احمد عدويه مطرب يغني بالكدا من كبار مصر احمد عدويه طبعا كلامه يلا هشام باش نذكرك توا بخطواتك الاولى على ما توفر لدينا من ارشيف كوردو يلا الخطوه الاولى هشام النقاتي هشام النقاتي واحد من ابرز الوجوه الفنيه اللي عرفناهم في الثمانينات هو من عائله فنيه خالو الفنان كامل رؤوف النقاتي صاحب الاغنيه الشهيره احنا ولادك يا تونس احنا ولادك يا تونس نعزك وانت عايد ديما تعالي ترابك ما يهونش واشكوني هون اميما حقق هشام برشا نجاحات طيلة مشواره الفني تشهر في بدايته بغنية ما كيفك حد بنت بلادي ما كيفك حد بنت بلادي الله واحد بنت بلادي بارك ويجد بنت بلادي يبارك ويجد بنت بلادي يرحم هالأم اللي جابت صورت في تونس عام 87 وحضر بها في برشا برامج مع كبار الإعلاميين منهم نجيب الخطاب لطيف أنيق عنده مسلك عنده طريقه الخاص به للشباب وللشباب فقط وتحية لسهرة هذا المساء هشام النقاتي نكيد كبير ناكل من دولة من أشهر أغنيات وزيدة في التسعينات أغنية أنا غيرك في الدنيا مليش أنا غيرك في الدنيا مليش على حبك يا حبيبتي بعيني أنا غيرك في الدنيا مليش على حبك يا حبيبتي بعيني الفرحة ترسمت عليا والدنيا بتستمر علي هشام النقاتي فنان معروف قرأ موسيقى وطور موهبته ونجح باش يعرف بروحه على المستوى العربي ويخلي أغانيه خالدة هالشاي شنو رأيك عليه؟ ذكريات ومسيرة حلوة الحمد لله الحمد لله والله وصديقتي مع الإعلاميين نحب نقول إنه نجيب خطاب الله يرحمه وينعمه من أكبر الإعلاميين وصالح شغام زاد اللي عاوني في بداياتي حاتم زاد وحاتم مارا وهالة الركبي لطفي البحري الناس هذوما مدوا لي يدهم وروف كوكا كان منشط روف كوكا طبعا فما كل الإعلاميين نحب نبوسكم بوس عجبين وحتى الإعلاميين اللي كتبوا كانوا يكتبوا في الجرايد والصحافة التونسية فنقول لكم برافو وإن شاء الله نكون ما قصرتش معاكم ونحبكم برشا برشا لأنكم عاونتوني في مسيرتي الفنية وعرفتوا بيا التوانسة فشكرا كل إعلاميين اللي عاونوا هشام النقاتي يلا شهر زاد هلال أنا سؤالي ليك اللي راني ما نبدلوش وينك هالغيبة علاش ما عادش تظهر يا شهر زاد هي موجودة وين قلت
والله موجودة في الحفلات، مش موجودة في التلفزيون نحكي. في التلفزة ممكن صحيح ما نظهرش برشا. شي مشكلة مع التلفزة؟ ما عندي حتى مشكلة أنا شخصيا، ما عندي حتى مشكلة. يعيطولك؟ فما ديزيميسيون يعيطولي وديزيميسيون لا. أنا آخر ظهور ليا كان عمناوي في الحوار. في الحوار ما عنديش برشا ظهر في تونس. علاش ما نلقاكش في قنوات أخرى؟ في تلفزات أخرى؟ والله شوف هو لا محالة واحد ماذا به يظهر زادة، معناها في بلاصة اللي هو يبدا معناها مرتاح فيها نفسانيا. بيان سور. يكون متأكد أنه الأسئلة اللي باش تسأل في محلها وتتماشى مع البروفيل نتاعو معناها الفنان. ما يتعرضش للاستفزاز، ما يتعرضش للحاجات اللي ممكن معناها اللي هي ما تجيش في قيمتك الفنان هذاك. دونك لا ونقولوها ما طايحلوش قدر عليها القيمة كيما هكا نجيب بيان سور. اي مرحبا بيك لله. اما انا نحب نراك ديما موجوده على الاقل حتى في البرامج الحواريه الموسيقيه. ما يسالش علاش لا بوركوا با، لانه هذاك يحتاج الفنان باش على الاقل يقدم مشاريعه، شنو هو اللي باش يعمل شنو ما يعملش، على الاقل يلقى روحه. انت مقصره شويه. يستدعيوها باش تحضر. كيف يستدعوني نحضر اكيد. كما قلنا نفس الموضوع الحلقه اللي فاتت عليه. ما ينجمش الفنان يتنازل على كبرياء. اي الفنان طبعا. حاجه رقيقه برشا الفنان. والله نفس اللوم جات على الناصر صمود. ناصر تفرجت فيك شي في قناه التاسعه مع زميله فرح بن رجب، عجبني الباساج ولقيتك قلت وين الراجل؟ اي بعد ياسر بعدت برشا ناصر. في الحقيقه على بكل صراحه معناها انا بعدت مقصود يعني. علاش يا ناصر؟ لأنه البرامج التي أصبحت لدينا بكل صراحة ما عادش تهمني أنا منها، ولا أجد ذاتي ولا أفكاري ولا العملي. ما تراش روحك فيها؟ إيه ما فما برامج اللي تلقى روحك فيها زي نصر. ها تحت السور هاك في المايسترو. لا تحت السور أنا مشيت بالأمارة معبرة. المايسترو اللي جيتك اي بالأمارة معبرة. لا بالأمارة عمرها ما قالت لي بالأمارة يا سيدي تو تتعدى من هنا. يعني مهم الفنان كي يلقى برامج يرتاح فيها. لا شو على بصراحة يعني هل الماكينات تغيرت واحنا فاهمين كل هذا. اسمع هم الماكينات تغيروا والإعلاميين تغيروا. اي طبعا. والتلفزات تبدلت والأهداف كذلك تغيرت. والأهداف كذلك تغيرت. أي وي هنا تموقع الفنان أو عز الدين في صلب الموضوع صعبة عليه مع هجمة الراب قولوها الأنماط الموسيقية الجديدة. الفنان صعبة عليه يا حبيبي. أنا الجمعة هذه كي تفرجت في مهرجان الأغنية التونسية لمدة 4 أيام صدقني وكأنه في حلبة سباق الأغنية الوترية دبرت بلايصة 4 أيام في العام يا صديقي. أي والله بالحق سي تريز امبورتون. نراو في الفنانين الوتريين ونراهم في مشهد الحق بتاع ربي في إضاءة تبارك الله في ديكور تبارك الله. فرحت قلت والله شوية فن على الأقل. رغم اللي معناتها برشا فنانين وتريين فيهم اللي عنده موقف وما عندوش موقف. تراش معايا انه كمان معناتها وقت اللي نلقى الفنانين انا يلزمني نصنفهم فنانين فنان الوتري. اي ما يختلط التو نقول راه فنان وتري. شوف فنان وتري باقي المصطلح هذايا تيقول اللي تحب يا عزيزي. الفنان المحترم الفنان الملتزم بفنه ويؤدي فيه معناها بحرفية وجودة وصوت معناها مقنع وعنده رؤية فنية وعنده مشاريعه الخاصة وعنده توجهه. هذا نعتبره أنه المهرجان الأغنية صحيح معناها مهرجان يعيد على الأقل ترميم هذا المشهد. شو ترميم المشهد؟ تهذيبه تعديله تعديل شوية المشهد وخليه الناس. الإشكال أنا في تونس أعتقد عليه هو إحنا ما صنفناش نوعيات الأغاني اللي عنا، لأنه كل حد في جو راهو نجم نكونوا موجودين الكل والبلاد تتسع لجميع أنواع الغناء. وما مثلا هشام عنده لون وعنده جو وعنده كذا واموره واضحه. شهرزاد عندها لونها. انا مش مغني. عماد عنده لونه. ما نعرفش انا حسين العفريت عنده لونه. لا وبلطي عنده لونه وكافون عنده لونه وجنجون وغيره. لكن الخطر في ان الناس الكل نولي فرد لون. فوالا بالضبط. معناها فوق الطاقة حط لي كلمة مقرونة. هنا ورطة التلفزة ورطة الإعلاميين ورطة عملية الاختيار. ربي سامحني عليه معناها لإعطاء كاميرا روف النقاتي خال هشام حقه.
انه مش معروف احنا ولاد كي تونس راهو برك يا امي لا تبكي يا امي لا تبكي شنو على الرمله مشينا شبت عينيها شعر دراجية انا عنده العديد من الاعمال اي سيدي كي نقولوا طرب نقولوا شهر زاد هلال في الطربي الطربي عنده ناس وعنده اصول ومش اي مطرب يغني فما مطربين كي تقول له طربي ولا فني ولا ام كلثوم حوايج بو يهبطهم شوي بالحق وفما مطربين يغنيوه باقتدار صحيح كيما البلدي المصري اخي غنيه اللي يجي ماهوش اللي يجي شهرزاد هلال تتنزل في المنزله هذه في الاغنيه الطربيه ما عادش نسميوه مطرب شكون؟ الاخ انا هو الاخ اللي ما نجمش الطربي شوف من حيث الطرب مغني لا من حيث الطرب بالحق يسند لقب الطرب للي يتقن الاغنيه الطربيه للي عنده التقنيه والامكانيات فوالا شهرزاد هلال الليله تتنزل في هذا الاطار يلا مع الفنانه القديره شهرزاد هلال سلو مع فرقه رياض بودينار ولا أفكر فيه
حبابلو كان لك معايا 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 أجمل حكاية بالعمر كله سنين بحلها ما فات كملها على حب حبي لك أكتر من الأول أكتر من الأول أحب تاني ليه أعمل في حبك إيه أحب تاني شهرزاد سلطنتنا سلطنت. ما هذا يا شهرزاد عايشك بارك الله على اختي عايشك اداء رائع وممتاز جدا 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 استنى ساعه انا ما عملنا كيف مع شهرزاد قصة انا حبيتها تطول يا اخي قصة علينا معناها قصة علينا زدنا شوي حتى لهنا حتى لهنا بربي يا شهرزاد نصر انا شنو نحب نقول شهرزاد وانا متاكد من اللي قاعد نقول فيه اي شهرزاد غنات بالقديه بالقديه تو علاش ونقول لك علاش علاش لانها حست روحها في حصه فيها فن ولا سيدي خو حست فرقه وراها يعني مجموعه ممتازه سيدي خو ها باش نعقب على هذا سيدي خو التلفزه فيها اصول وفيها قواعد ريت التقنيه هذه الكل وكذا وكذا انت ايش حكيت ما حكيتش على أصول التلفزيون كاميرا حكيت على أصول الموسيقى فرق ومطرب يتقن ويقول تفهم فيها هذا الكل هو اللي يعمل منوعة فنية وإلا موسيقية
مع احترامي لبقيه المراعات الاخرى، معناتها كل واحد يحاول على قدر الجيد زي على قدر الجيد. الدفع اللي ياخذه المطرب يلقى روحه فيه، قلت له يلقى فرقه قدامه هكا تحيط بيه ما مسيتو تفي نورمال طبعا هكا ولا اذا متفقين هكا هو متفقين. هاي سي النصر ايش بسمعنا عاد حب حويجه طقطوقه من عندك هو ناصر ياليتو هو ناصر صمود نحير كيفاش نقدمه مطرب والا ملحن؟ هو ملحن بالاساس لكن لو شد في الغناء منذ البدايه الاولى يكاد يكون مطرب من الدرجه الاولى هكا ولا يا ايمن؟ الحمد لله ارتحنا شويه حصل لي شرف حصل لي شرف خذيت زوز اغاني من عندك في بالي هيك على الحق باش ندل ضمنه شويه الحق مبدع يلا سي ناصر يلا ايش تجود قريحتك؟ حاجه هي تقديمها شويه اي هذه خذينا بها جائزه عن 2004 في مهرجان الاغنيه واحنا في مهرجان الاغنيه مع المطربه سونيا العرايسي سونيا في بروكسل في بروكسل اما قالت لي اللي هي باش ترجع يا بيه بعد يلا فوق بدها تصور الاغنيه فوق بدها تصور يلا سي ناصر وفوق ما تتصور وفوق ما تتصور تحملتك ودللتك ومثل الطفل عملتك فوق ما تتصور رايتك جريتك ما دمت حصري حبيتك فوق ما تتصور وبعد اليوم يا لكان الحب ولا انت تعبت من الهوى ومنك من ظلمك وانا نخفر وفوق ما تتصار الله 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 يا سي ناصر تحية كبيرة لناصر صمود كلمات الشاعر لحبيب محنوش كلمات الشاعر لحبيب المحنوش فوق ما تتصور عزدين وين نجبدوا على غنية قديمة يجبد لي التليفون يقول لي هاو الأرشيف دورة الكاميرا خلي طارق إخوة هلا يعطيك التصويرة والجائزة وقتاش والمشاركة في مهرجان الأغنية وقتاش يعطيك الصحة يا أبو العز يعطيك الصحة يلا نمشي للرقص وما أدراك ما الرقص مش نواصلوا مع البرازيل الليلة اي مع البرازيل ظهرة جديدة في تونس الجزء الآن الجزء الواحد الجمعة اللي فاتت الجزء الثاني مع الراقصة كارينا ألف ليلة وليلة We'll be right back.
كارينا، برافو. اعطيوني تصفيقة اقوى على كارينا وفرقة الرياض. بودينار انا يا جماعة راهو في الفاريتي في المنوعة نؤمن بتنوع المنتوج اللي يتقدم، يعني الرقص جزء لا يتجزأ من الموسيقى، من الموسيقى من الايقاع، ولذلك اسمها منوعة. لا اسمها منوعة، يعني اللي يتحرج من وجود راقصة راهي كلمة مش عيب، راقصة ولا رقاصة يقول لك راهي كلمة مش عيب. احنا عندنا في وزارة الثقافة إدارة الموسيقى والرقص تبع التعليقات نتاع الناس كي تتعدى راقصة في الفاريتي شنو؟ أعوذ بالله من غضب الله. شو دخلنا في الموسيقى اللي صاحبتها الموسيقى الموسيقى اللي كانت مصاحبة الرقص؟ أي شفت القطاع الموسيقي نتاع عبد الحليم حافظ وما دراك مع أم كلثوم والعزف نتاع الفرقه الموسيقيه، يعني ايه حاجه من اروع ما سمعت. النظافه والعزف صراحه يعطيهم الصحه. عمده ايوا وينك يا عم هاني بحذاك شنو يومك يا ودي؟ عندك جديد فرنسا كليت برشا كليتو فرنسا اليوم كليت نمشي ونجي والله عبده فهمت علينا وربي ارجع لنا ونجي ايش عندك جديد عماد؟ جديد مازلت كان بطل كليب عندي شهر ولا شهر ونص. الله يا علي هي اغنيه ليبيه بتوزيع جديد وخدمه جديده من انتاج كادير برود في شركه انتاج برود جديده في فرنسا. طيب قاعدين نخدموا في خدمه جديده. ثم خدمه جديده ثم خدمه ثم ثلاثه كليبات اخرين. استقرارك في فرنسا وانا نعرفك تمشي وتجيب تونس وفرنسا، حدش شويه هذايا من وجودك في الساحه الفنيه في تونس والا موجود؟ هو موجود كما قالت قبيله. اي كنت نحكي قبيله قالت على صغير كي جا صغير ثم فتره لازم يكون بحذا ولدي ونكون موجود متواجد معاه. بالضبط وانا نعرف الفتره اللي انت تعرف العامين الاولانيين صعب شويه في دونك ما عندنا حد في فرنسا دونك اوبليجي باش نكون متواجد اكثر وقت في فرنسا. تو رجعنا للانتاج مع كادير برود الغنيه هذه. الانتاج عمليه مكلفه ناجحه ولا مش ناجحه؟ انك تنتج تصرف معناتها فما يورونتابيليتي على الاقل بطبيعه. تو ثم شين يوتيوب ثم فلوس تدخل من 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 الانستغرام من لي ريزو سوسيو يعني ماشي موجود معناتها تلقى لا مازلت انا احنا في التطور هذاك تو الشركه نتاع البرود مامنه بيا كفنان والبروجي نتاع خمسه كليبات وخمسه اغاني بدينا بالاغنيه الاولى وتحضرت وهبطت في الشين نتاعي انا ثم اغنيه مع ديو مع اكرم ماكس ذاك فيه باش تصور في فرنسا ثم اغنيه نتاعي انا باش نعاودوها من ورجيت خاطر ما خذيتش حظها قاعدين نخدموا خدمه مزيانه برشا وان شاء الله يا ربي. ثم اغنيه مع غازي العيادي زادك في كيف اي اغنيه مع غازي ثاني اغنيه مع غازي العيادي زادك في كيف غازي ولا الحان غازي العيادي وتوزيع هادي عبد المقصود. قصدي المطرب الكلاسيكي الوتري في ظل الانماط الموسيقيه الجديده هذيا يلقى روحه والا لا؟ بصراحه لا 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 شو اللي تبدل يا عماد؟ هي قيمته تقعد ثابته القيمه ثابته شو اللي الذوق العام هو اللي تبدل شو الذوق العام ويبقى الفن اللي يعملوا فيه المطربين الوترين يبقى مطلوب ويبقى عنده اوقاته وعنده جمهور لكن في تراجع لا لا من 2011 ايش نقول لك شهر زيد من 2011 في الظلمه ولينا لا من 2011 وقع تراجع رهيب 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 الى درجه انه انا قلت لك فرحت كي نلقى خمس ايام موسيقى كلاسيكيه نتفرج فيها في مهرجان الاغنيه اللي هو انماط جديده قديمه نلقى فنانين على الاقل العيب منين هذا عليه؟ الراب موجود في تونس موجود في مصر مثلا موجود في الجزائر لكن الهويه المصريه نتاعت الاغنيه الطربيه مازالوا يغنيوا ثم علاش في مصر ناخذوا نموذج مصر مصر ولبنان خذ بلد الفن اي مصر ولبنان هما زوز اقطاب في هذا وتوا الخليج العربي وكل معناها كله لم يتنازلوا قيد انم لا صح على المبدا الاصلي في الاغنيه الكلاسيكيه اللي هو الاغنيه الوتريه معناتها ما فماش تنازل الاغنيه المعروفه الشائعه توجيه الذوق توجيه الذوق انا نعرف انا هذه خدمتي نعرف وين يتوجه الذوق وشكون اللي يوجهه ووقتاش يوجهوه هذه مظلمه الحق مده 13 سنه ساهم فيها الاعلام دون ذكر بالضبط الاعلام الكل على بعض حتى اللي ما عملش برنامج موسيقي مساهم فيها ذاك خاطر دورناها العاب لحظه برك دورناها العاب مسابقات برامج كذا درسناها وسيب لانه كي نحكي على اغنيه كلاسيكيه نحكي على ذوق نحكي على تهذيب ذوق على تنظيف نتاع وذن بالحق هكا ولا اعطيني اذاعه مصريه تعدي في نسبه مصرية. في نسبه معينه نتاع اغاني تونسية حتى كي يعدي لك فنان تونسي مش يعدي لك بغني الشرقيه نتاعو ماهوش باش يعدي
انا مشيت الجزائر عمري ما نسمع اغنيه مصريه في الجزائر. في المغرب سمعت حاجه غريبه، في المغرب سمعت في الاذاعات المغربيه نحب نحييهم ونقول لهم قاعدين عندهم ساعه يعديوا فيها كل يوم ساعة يعديو أغنية تونسية من على الرياح اللي هذي جويني. مصر شنو ربط بعض الغناء مع التمثيل مع السينما مع الدنيا الكل كاملة. يعني ما نجمت اي فلا ماكينة كاملة ما نجموش يجي مثلا تمثيل كلام مطرب وتري ولا مدري راب ولا يعني باقي موجود الماكينة قاعدة تخدم على يعني الفن الشعبي والفن العادي الفن موجود ما كنت رحنا عن نجم ونجيب ما عندناش أنا نقصد مصر أنا نقصد حاجة. أنا نقصد قبل 2011 كانت منزلة الأغنية كانت أغنية موجودة في وسائل الإعلام وظاهرة وما فماش مشكل. بعد الثورة تغير كل شيء. تقبل معناها ربما معناها بعد 95 خاطر هذا في دراسة كاملة معناها بحث كامل أنه كنا نتشكاو مثلا من قلة بث الأغاني التونسية معناها كانت نسبة كبيرة للأغاني الشرقية و... كان موجود يعني لكن الأغنية الأغنية محافظة على تواجدها محافظة على تواجدها بعد الثورة بعد. وزيحت الحكاية الجملة ولينا في نمط آخر مخالف تماما للسائد اللي كان قبل وتمسحت الأغنية الوترية بالضبط وهذا صحيح كلامك صحيح. شو نسيرش نشارك معكم بصير. هو راهو قبل 2011 جت موجة متاع إعادات للتراث نقول لك أنا شنو اللي خلى الأغنية الوترية جديدة معناها تضمحل أو تندثر هو استسهال الفنان في حد ذاته للأغاني الحاضرة الجاهزة يعني هو بما أنه المنتوج في حد ذاته مكلف يعني يستسهل الفنان يقول لك أغنية جاهزة أغنية تراثية نعاود توزيعها نمشي نعاودها كذا وفما حاجة أخرى علاش هو يحب يعاودها خاطر هي ديجا محفوظة موجودة في الذاكرة السمعية ما يقعدش يكسر في راسه مش المتلقي ماهوش باش يقعد يسمع في لحن جديد ويستغرب وياخذ وقته حتى يحفظه فرغبة الفنان زاد في الشهرة بسرعة ويحرق أنه يحرق المراحل خليته أول حاجة ما يعملش أغنية تونسية وثاني حاجة يرتكز على الأغاني القديمة اللي هي جاهزة معناها موجودة في الذاكرة لكن فما حاجة أخرى زيدة أنت توات مش حكاية أنه ما فماش أغنية تونسية برك ما فماش أغنية تونسية بهويتها التونسية هذه هذا الخطر الأكبر عن خطر احنا عندنا طبوعنا عندنا إيقاعاتنا وعندنا الموسيقى اللي هي ثرية جدا ما عادش ولا فما تعامل معها جملة معناها نرجع للموضوع هذا للأسف تفضل قول حاجة تفضل الموضوع هذا خطر مهم بيصير في الاخر بالكل الاشكال الحقيقي هو شكون ينتج في الاغنيه التونسيه شكون ينتج في الاغنيه التونسيه فما اللي ينتج ماهوش ظاهر ما هو الفنان ينتج بطبيعته معناش شكون ينتج الفنان لا لا معناش النصر ما فماش هذا هو عندنا شكون اللي بث هذا اللي هو الاعلام والتلفزيون والاذاعه هذا الاشكال انا في اعتقادي انه لانه الاغنيه التونسيه مرت بمراحل نعرفوها تاريخيا نعرفوها نجحها في الثمانينات في التسعينات والسبعينات والسبعينات اي طبعا السبعينات وقبل حتى الخمسينات والاربعينات كانت الرشيديه منجه والاذاعه منجه والتلفزه منجه تو عاد فما منتج وعاد فما بث اذا نعود الى انه الاغنيه ولات مكلفه نرجع للغنية اللي يمشي يأخذها حاضرة حاضرة فمش معناها حاضرة تراثية نوزعها والموزع يمشي يعمل ضربتين في مني أورك وكذا ويعدي بالضبط أنت بيدك كان تعمل المنوعة كبيرة وما تلقى ما تعدي ما تلقى ما تعدي لأنه البرودوي بيده ما يتعديش ما يتعديش لأنه احنا ما عندناش ماكينات لإنتاج الأغنية التونسية بالضبط هذا الإشكال وعماد عمل تجربة أنا أقول له بارك الله فيك انه حاول انه يعمل حفلات برا في فرنسا وكذا ويهز المطربين من هنا وكذا بارك الله فيه والله يعطيه الصحة وعرفوا شويه بالاغنيه التونسيه غادي والجاليه اللي نعرفهم انا يحبوا برشا فهمني اذا الاشكال اعمق بكثير من واضح يلا عندكم موعد في رمضان السنه بطبيعه الحال مع ليالي رمضان الموسيقيه حفلات متنوعه ذوق راقي ان شاء الله في نزل البلاس بجمرت موعدكم الاول نهار السبت 25 مارس مع سهره الافتتاح مع عملاق الاغنيه العربيه الفنان لطفي بوشناق ولا خلينا نشوفه مع بعضنا هكذا تتحرك الامور يا سيدي ميسالش في رمضان ميسالش خلي في رمضان خلينا نشوفه على الاقل لطفي بوشناق فوالا يلا نشوفوا شنو اللي يستنى فيكم في كازا ترب طب كازا ترب تقدم
25 مارس طربيات لعملاق الفن العربي لطفي بوشناق. سهرة رمضانية بكازا طرب أوتيل لو بالاس جامارت، ويحلو السهر مع عرض ألف ليلة وليلة. للحجز 46 30 30 30 وإلا 46 31 31 31 أو على الموقع تذكرتي.ان وأبليكاسيون إيجا. ليالي رمضان الموسيقية كازا طرب، بيت الفن برعاية. تحية كبيرة كازا طرب، هذه سهرة الافتتاح مع الفنان القدير لطفي بوشناق. ما زالت السهرات على امتداد شهر رمضان مع ألمع نجوم الفن والطرب. عندكم موعد مع سهرة السلطانة لا ديفا أمينة فاخت. عندكم زادة سهرة مجلس الباشا مع الفنان شمس الدين باشا أيضا. موعدكم كل نهار خميس تيلة شهر رمضان المعظم مع سهرات الحضرة والإنشاد الصوفي والديني، أول خميس 30 مارس بالضبط باش نصروا مع الحضرة الصفاقسية، حضرة الزوار اللي باش تكون حضرة معانا الليلة في آخر السهرة. عشان نبدأ المهد بعد شهر رمضان عالتوا إن شاء الله باش تكونوا معانا في آخر السهرة. نشوفوا مع بعضنا الفتير وراجعي توب كازا طرب. الخميس 30 مارس سهرة الحضرة الصفاقسية الزوار لمرشد بوليلا. الخميس 30 مارس ابتداء من 9 ليلا سهرة رمضانية بكازا طرب أوتيل لو بالاس جامارت، ويحلو السهر مع عرض ألف ليلة وليلة. للحجز 46 30 30 30 وإلا 46 31 31 31 أو على الموقع تذكرتي.ان وأبليكاسيون إيجا. ليالي رمضان الموسيقية كازا طرب، بيت الفن برعاية. لأكثر تفاصيل هو كي تشوفوا مش قاعدين نحكيه في الأوف والسبوت تتعدى أنا والناصر بالعيات. هاو الإنتاج، هاي المكينة، هاو اللي يلزم، هاو درشنو يلزم برشا من بودينار مش ينجموا يعملونا مكينة يود يلزم برشا بودينارات. هاو صحيح. يلا أكثر تفاصيل تدخلوا على باج فيسبوك كازا طرب باش تلقاو البرمجة متاع ليالي رمضان الموسيقية 2023. تحية كبيرة كازا طرب. ورا حتى عزيز البيجي عنده يد كبيرة فيها كازا طرب. عندك يد في الحكاية يا عزيز؟ عندي. ما قلتليش والله لا قلت. خليها بصوت الربي بس. بصوت الربي ديما. انت في مهرجان الأغنية اللي فات عندك يد. في كازا طرب عندك يد. احكي لي شو اللي يد لي اخويا. خليني هكا ما تضربني بصاي يعني نتفرقع. لا بس عليك يا رجل. بس عليك. لا بس عليك. هاي سيتي يلا عمت. يا اخويا ايش باش سمعنا وللحديث بقيه صديقي. نعملوا ميدلي هوا يا هوا. هوا يا هوا حلو الاختيار به. اي اغنيه عاطفيه حلوه برشا مزيانه ومعها مقطع من اللي كان ورده الجزائر. يلا مع الفنان الجميل سولو مع فرقة رياض بودينار عماد عزيز. يلا عدى على روحي وحبيبي
اخذ له يا هوا وياك رسالة وردي يمكن يقرا ويجي حبيب يا هوا ولا روح روح حبيب اخذ له يا هوا وياك رسالة وردي يمكن يقرا ويجي حبيب وصلني ليه اطمن عليك وصلني ليه اطمن عليك اخذ له يا هوا منديل يحوش الشمس وحر الشمس عن حبيبي اللي مسافر ده حبيبي يا نسمة سفر حتى يا 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 هوا ويكرسالة ودي يمكن يقوي بالحبيبي اللي مسافر ده حبيبي وقف يا بابور يا بابور الساعة 12 يلي رايح لحبيب خدني يا بابور يا بابور اروح اطمن ساعة ما اوصل لحبيبي يا بابور الساعة 12 يلي رايح لحبيبي يا بابور اروح اطمن ساعة ما اوصل لحبيبي وصلني ليه اطمن عليك وصلتيني اطمن عليك حاسب خدني معاك ان كنت مروح دغري حتوصل دغري ديار حبيبي اللي مسافر ده حبيبي هوا يا هوا يا نسمة سفر حتعدى على روحه حبيبي خدله يا هوا يا كسالة وتقول لي
شوية بحبك قد عمري يا نور عيني يا نور عيني بحبك قد كل ليالي دي قد اللي جاي قد اللي فات من عمري بحبك قد اللي جاي من عمري بحبك شوف قد ايه شوف قد ايه بحبك شكرا تحية كبيرة عماد عزيز وفرقة رياض بودينر ملا بالي الحمد بصراحة برافو برافو هو قوي قوي بوش أي ملا فمش سيفات نجم ملا نهوند القفلة وملا بالي الحمد ملا نهوند عزدي البيجي وملا بالي الحمد بالي حمدي هو بالي بالي حمدي بالي حمدي بالي فلتة من فلتات الزمان بليغ تونس ايش بيه الناصر اكيد شويه الناصر اغاني كله ما كان تبع الناصر صمود اغاني هو اللي عايشين توا معناتها هم اللي عايشين توا لي ريبريز معناها نتاع محبوبي مثلتك شجرة لحن لحن مش الاغاني الفنيه يعني اللي فيها تقنيه وفيها اصوات فيها اي لحن حتى العدوية في بلش اي لحن حتى العدوية لا على اللحن وزغنيتين شنو هي الاغنية بنجي بنجي ولحن بنجي بنجي اي بنجي لحن اي بنجي 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 عجبة ودا بنجي عينيك اللي بتسرى تاخذ الميكرو لحنو كيفاش اش تقول اش تقول هنا بنجي 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 عجبة ودا بنجي عينيك اللي بتسرى هي الدواء والبنج هذا بلي عجبة ودا ود ترارا يا ودا ودا ود عجب يا ودا بنجي هذا بلي بلي برن فهم حكاية فهم حكاية مش نجبدها تو تخص هشام النجاتي هاي هشام باش تغني عطيه الميكرو باش تغنيها لي لهنا قل هشام النجاتي قبليك انا في الكواليس بدل في حوايج قال لي انا اسمع عندي ما نحكي لك قلت له تفضل عندي ما نقول لك قال عندي ما نقول لك قلت له تفضل يا هشام قال لي غنية جر وسوف تسمع هي غلابة في الحب غلابة في الحب غلابة قال لي غنيتي يا هشام قلت له صلي على النبي يهديك وراس سمي قال لي غنيتي يا ودي صلي على النبي يهديك شو غنيتك الرجل هو اللي غناه قال لي غنيتي ومسجله وموثقه وماهيش غنية جرج وسوف هربوا له بها الغناء صحيح هذا خذيتها من عند شاكل موجي وقت اللي جاء خدم محنانا لهنا في تونس 89 وعندي حتى التنازل وعندي الكلمات متنزل لي على الاغنيه وخلص فيها خاطر خذيت من عنده ثلاثه اغاني شباب الدنيا ورحتم طولتم في الغيبه وخذيت من عنده غلابه في غلابه في الحب غلابه ويا قله تبختينا والله وراسك يا علي انا سمح حالي مع الفرقه الموسيقيه عطينا تصفيق عن الفرقه الموسيقيه تاع مدينه العسل ايش غلبة في الحب غلبة ويا اللي بختنا عشقنا من يوم ويصبر نفسنا غلبة في الحب غلبة
مسألة لقينا الحب بعيد عن مهلك هي المشكلة حاولنا نحب الحب وكنا عارفين المسألة لقينا الحب بعيد عن مهلك هي المشكلة مين اللي قال إن الحب محال وهذا الحب خطير كيفاش عملت خطير احساس مش نوصل لاحساس الحب خطير اللي يشوفني يولي يبكي الحب محتاج تفكير ده الحب خطير محتاج تفكير يا قلة يا قلة بختينا تعال يا كبير الاسم اللي جاي ملاحظة صغيرة أنه أنا اكتشفت حاجة أخرى في شمنا قاتب صوت آخر هذي صوت آخر مختلف كومبليتمون لا بصراحة أنا نذكر البريود من شاكر الموجي اللي عاشها في تونس لا نذكرها من كنا نمشيو الملاف خالد ملاف الله يرحمه سجلوا عنده وشاكر الموجي موجود معنا ولا نعرفوه والاغاني هذه اخذها من جد هشام لا هشام لا السؤال علاش الاغاني هذه ما نجحتش في تونس مع إيجاب ما كاين لا هي ما تسجلتش ما تسجلتش لا ما تسجلتش حتى نرقد رقدت والوقت رقد فيها يا إيجاب رقدت أخي جورج عصوف وتعرف غناها قبل جورج يعني شفت هو شاكر الموجي باش نحكيك حاجة أنا نعرفه مني هي من الثمانينات يعني كان عازف عود كان يخدم في المحلات في باريس يدور من بلاصة بعد جاء في 89 جاء ايش كان يعمل كان يلحن ويجي لجنة وقتها أنه هي الطربي ولي التوفيق وفي باريس نحضرت عليهم يسمعوا الغنية يقول له مثلا غلابة في الدنيا الحمد لله على السلامة مش نعطيك حاجة يا جاي من السفر ملحنها هو ملحنها هو أعطاها الطربي وأعطاها الرغب علامة الرغب علامة الكل كانت عنده صنعة نتاع يبيع الغنية أربع وخمسة مرات الكل المطرب ميراه ما نساوي الزيدة فما سابقة موسيقية في تونس مخدد السيدي لحن الجورج وسوف ورد بالك وقت اللي جابوا نجيب الخطاب جورج وسوف في تونس وتعمل مشروع الأغنية نتاع قول لي ولا تخبيش يا حبيبي وقتها طلع جورج وسوف رد بالك كانت لولا وقتها طلع هو لولاني وقتها باش طلع جورج وسوف قول لي طلع وقت اللي لحنوا للتاريخ للتاريخ لجورج وسوف وقت اللي كان يجيبوا نجيب الخطاب في لو سمحتم في المراوعه في استوديو 9 وقتها كان جورج وسوف راه ماهوش معروف برشا مش معروف بالشكل الحالي كان معروف في الاوساط في الكباريات في الكباريات مثلا في افريقيا يجينا يعطيك الصحه ما تعرف جورج وسوف الا بغنايه تقول لي ولا تخبيش يا حبيبي اللي لحنها له مقداد السهيلي بطلب من المرحوم نجيب الخطاب رد بالك وكانت الاغنيه وكانت انطلاقه وقتها جورج وسوف الفعليه في العالم العربي في العالم العربي وعندي اغنيه اخرى عليها شنو هو انا حسن ابو السعود والله شنو هي الاغنيه شكون غنى حتندمي ما زاد ما غناها حتى حد يغنيها يا هشام غنيها حسن ابو السعود شنو هذه عندها تبارك الله 30 سنه على الاقل على الاقل فيش تستنى يا هشام حتندمي حتندمي ستيل هاني شاكر هذايا مش قادره لسه تفهمي احنا اللي بينا ما يضعش منا مهما حاولنا ده الدم في عروقك دمي وقهاتك قهاتك انت من فمي انا عندي شك استنى توا الغناية عندها 30 سنة ايه 30 سنة خالصة الغناية يا شيخ والله هي وراس خالصة خالصة اما كي مشيت للقهر باش نسجلها الله يرحمه ونعمه قال لي زيدني شوية فلوس ماهيش خالصة معناتها الغناية لا ولا خالصة اما يحب الزيادة يحب على الزيادة اوكي
يلا شهر رمضان المعظم جعله الله علينا مباركا بالخير واليمن والبركة بالمسبق هاو كمان توا نقول لكم ان شاء الله رمضانكم مبروك كل عام وانتم حيين بخير وان شاء الله يتعدى هالشهر الفضيل افضل شهور السنة يعني قلنا بمناسبة شهر رمضان المعظم وركزوا معايا الليلة الليلة صاريتنا باش نختموها بالحضرة فرقة حضرة جاءتنا من صفاقس لكن فرقة ماهيش كيما الفرق الأخرى الكل وهتو تتفرجوا فيها زوار الحضرة بقيادة مرشد بالليلة الليلة في سهرة المايسترو سبحان الدايم لا يزول سبحان الدايم لا يزول سبحان الباقي لا يفنى سبحان الباقي لا يفنى سبحان الله مولانا سبحان الله مولانا سبحان الله مولانا سبحان الله مولانا إلهنا جل وعلا حاضر ناصر دايم ربي
سيد والقلب مولى الحرم والسريرة ترجمة
يا جو.